السلام عليكم. اليوم نقف على زيارة والي ولاية جيجل إلى مشروع المسرح الهواء الطلق في أعالي مدينة جيجل، واللي يعرف تقدم في الأشغال في الآونة الأخيرة، واللي إن شاء الله هتكون فيه يعني نشاطات ترفيهية وثقافية في هذا الركب الحضاري نتاع يعني الثقافي لمدينة جيجل. إذن وسوف يعزز ويمد القيمة للمدينة كمدينة متروبول، يعني لأنه الجانب الثقافي هو مهمل نوعا ما في بعض المدن تاعنا، أصبحت مراقد المدن تاعنا والأحياء الجديدة تاعنا أصبحت مراقد ما فيهاش يعني مرافق ثقافية وترفيهية. إذن هذا يدخل في هذا الإطار، وهذا نرحب به، مثل هذه المرافق نرحب بها في خاصة في المدن الكبيرة مثل مدينة جيجل. إذن نخليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو حول مشروع المسرح هواء الطلق بمدينة جيجل، والسلام عليكم.